مشاهدينا، وينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي إحسان الشمري. سيد إحسان، أهلا بك معنا وكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ من ملف النازحين، حيث انتقد رئيس كتلة الحل البرلمانية النائب محمد الكربولي ما وصفه بالأداء الهزيل حسب تعبيره طبعا لوزارة الهجرة والمهجرين في استجابتها لأزمة النزوح لأبناء المحافظات كالأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك. كيف تعلق سيد إحسان على هذا الانتقاد، وهل يميل إلى الواقعية برأيك؟ كل عام وأنتم كادر الحرة ومشاهديكم بألف خير. من وجهة نظري أن قضية النازحين فاقت التصورات، سيما نتحدث عن 3.5 مليون نازح، وطبيعة العمليات العسكرية وما فعلته داعش بالتحديد على مستوى تخريب البنى التحتية وحتى الأبنية والمؤسسات الدولة. أنا أعتقد أنها فاقمت من أزمة النازحين بشكل كبير، يعني بحكم الأداء الحكومي أولا، والأمر الآخر هو طبيعة الفاعل المرتبط بانحسار التمويل بالنسبة للنازحين فيما يرتبط بانخفاض أسعار النفط وتأثيره على أداء الحكومة العراقية. دفع الحكومة مؤخرا إلى الاستنجاد بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهناك اتفاقيات وحتى تعاون يعني فيما يرتبط بموجة النزوح المرتبطة بتحرير الموصل. من وجهة نظري أن الحكومة تؤدي ما عليها، لكن هذه الأعداد الكبيرة من النازحين أنا أعتقد أنها تفوق قدرات الحكومة وحتى عمل وزارة الهجرة والمهجرين. ومن ثم الآن نحن بحاجة إلى دعم دولي كبير، يعني القضية لا ترتبط ب يعني عشرات الآلاف ومئات الألوف، وإنما مرتبطة ب3.5 مليون مهجر ونازح، وهذا يتطلب جهدا دوليا أكثر منه حكوميا. طيب سيد إحسان، لو تسمح لي أنتقل إلى محور آخر في نشرتنا لهذا اليوم، ألا هو موضوع استحداث قضاء الشعب من خلال قسم أو شطر الأعظمية إلى قسمين. تراه إلى أي كفة يميل؟ هل هو برأيك قرار يصب فعلا في المصلحة الخدمية للمنطقة، أم أن له أبعاد سياسية؟ وإذا ما زاد الضغط على هذا الموضوع، هل تتوقع أن يتم التراجع عنه؟ يعني أولا، بغداد تعاني من نقص في الخدمات في كافة الجوانب. طبيعة منطقة الرصافة التي تقع بها مدينة الشعب هي تكاد تكون الأكثر من ناحية الكثافة السكانية والأسوأ من ناحية الخدمات، وبالتالي هي محاولة قد تكون من مجلس محافظة بغداد لإعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتقديم خدمات. لكن من وجهة نظري يعني هناك جانب آخر، قد يكون الأمر هو بداية إعادة رسم الخارطة الانتخابية أو ما يمكن أن نسميه، لأن هناك رأي الآن ضاغط باتجاه أن يكون قانون الانتخابات وفق الدوائر، يعني لكل 100,000 نسمة دائرة انتخابية، وقد تكون يعني بغداد ومحاولة تقسيمها وتحويل وحداتها من وجهة نظري إلى يعني على مستوى التدرج الإداري من ناحية إلى قضاء، قد يكون في هذا الجانب. لكن استبعد القضية الطائفية يعني بالتحديد، أو ما يمكن نسميه البعد السياسي. هذا الأمر يعني من وجهة نظري لم يعد عاملا فاعلا بالتحديد، بقدر ما أن هناك أطراف تنظر إلى الموضوع وتحاول أن تصعد بعض العوامل، يعني ما أشرت إليها سيد زينة يعني فيما يرتبط بالجانب السياسي أو الطائفي. لا أعتقد أن هذا الأمر قد يكون هو ما دفع مجلس محافظة بغداد، بقدر ما أن الوحدات الإدارية وعملية تقديم الخدمات وتقاسم الصلاحيات ما بين الوحدات البلدية، أنا أعتقد أنها بحاجة إلى مراجعة، ليس فقط على مستوى العاصمة بغداد، وإنما كل محافظات العراق تعاني من ترهل في جانب الـ يعني تقسيم الوحدات الإدارية من جانب، ومن جانب آخر بحاجة إلى إعادة ترسيم حدود الصلاحيات بالنسبة للبلديات. إلى حد هذه اللحظة يعني الحدود البلدية هي خاضعة إلى رؤية كلاسيكية، ولم تعتمد يعني الحجم السكاني بالنسبة على مستوى الكثافة السكانية وحتى بالنسبة لتقديم الخدمات. الجانب السياسي أنا أعتقد أنه قد لا يقع ضمن
إطار عملية تحويل مدينة الشعب من ناحية إلى قضاء. نعم. طيب فيما يخص صندوق النقد الدولي وفرضه على العراق شروط مقابل منحه قروض مالية طبعا مع المطالبة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يطالبونه بمواقف جريئة لحسم ملفات الفاسدين، كيف تقرأ هذه النقاشات والحلول بشأن ملفات الفاسدين ودور الحكومة فيها؟ يعني هل يعمل بشكله الطبيعي أم هو متباطئ؟ وما هي أسباب التباطؤ إذا كان موجود؟ وماذا إذا لم يتمكن العراق أيضا من فض هذه الملفات؟ ما الذي من الممكن أن نتوقعه من صندوق النقد الدولي تجاه العراق؟ حسب معلوماتي الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة العراقية وما بين صندوق النقد الدولي هو كانت متوازنة ولم تكن قاسية جدا بالنسبة للعراق فيما يرتبط بعملية السداد أو حتى بالفوائد، هذا أولا. الأمر الآخر من وجهة نظري أن قضية محاربة الفساد هي لا تعتمد فقط على الحكومة العراقية بقدر ما لابد أن تتكامل هناك عدة منظومات، منها ما يرتبط بالسلطة التشريعية وإقرار قوانين وأيضا وجود رغبة لهذه القوى السياسية تحت قبة البرلمان بمحاربة الفاسدين. أضف إلى ذلك طبيعة تفعيل الحكومة لبعض المسارات الجديدة، منها ما يرتبط أولا بمجلس مكافحة الفساد وأيضا استقدام الخبراء الدوليين لمحاولة استرداد الأموال التي نهبت وهربت من قبل سياسيين وتجار وزعامات لمافيات. أنا أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. أضف إلى ذلك قد تكون المنظومة الأخرى هي السلطة القضائية ومحاولتها أخذ زمام المبادرة بمتابعة يعني كل ما يصدر سواء على مستوى الإعلام أو حتى على مستوى التقارير الأخرى. من وجهة نظري هناك خطوات، لكن بتصوري أن الفساد في العراق أصبح مؤسسة، وبذلك يعني نحن بحاجة لمزيد من الوقت والإجراءات ومزيد من التكاتف ما بين السلطات وحتى ما بين المواطن والحكومة، وقد تكون هيئة النزاهة هي المعنية. يعني قد يرى البعض بأن محاربة الفساد هي بطيئة، لكن وضع أسس صحيحة من وجهة نظري قد تكون ذات نتائج واستراتيجية بعيدة. وصلت الفكرة. أشكر حضورك وتواجدك معنا، كنت معي من بغداد المحلل السياسي حسن الشمري، شكرا جزيلا لك.